واو، از ذس هير فوتو ان ذا اكاديمي اوورد؟ لا اكاديمي اوورد ايه؟ دي صورتها وهي في الجونه، انساويرس اوورد. They show good movies؟ لا هم دول فاضيين للجود موفيز، دول فاضيين للفساتين، حفلات، افتر بارتيز. مالياتا. مالياتا. بقول لك ايه يا فان، انا نفسي اعرف انت ملموم على مين اليومين دول. I like it. Can I go? Of course you can go. اطلب لك يسرى دلوقتي حالا. ده تامر حبيب هيرقص من الفرحة. Oh my god. نجلاء بدرجات. فان نجلاء بدرجات. Go 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 go. نجلاء بدرجات. انزل بالوحش. هاي مدام نجلاء. جود الحمد لله على السلامة. يا سلام الساحرة الشريرة، ده صندوق اللي في ايدك ده ولا شنطة؟ بس فيك عزبة تحمليهم هيك. يا نهار اسود، البت يظهر بعد ما اتروقت في مهرجان الجونة من ورقة التوت اللي كانت لابساها جاية تتحفظ عندنا احنا، ده ايه الحظ المهبب ده؟ احنا هايدي الكاميرا عم بتصور الميكنج اوف تبع الفيلم. لا لا قلبي بيدق دقة، لا كشري بالدقة. عم نصور المشاهد اكشن. ايه دي؟ دي قنبلة ما سمعتهاش؟ مدام نجلة أنا أول شي شانتال. هاي هاي، دي بتسلم على البنت تاني. هلأ المخرج فوليتو باركينوس عم بيصور مشهد مع بندر. انت هترجمي طبعا عشان انت داخلة فوليتو. ما فيش فوليتو، في طعبيتو. هو عم بيصور مشهد، خلينا احنا ننطر بالكرفان لبين ما يخلصوا. طب انا عايزة التواليت. عايزة التواليت علشان بعد القنبلة دي حصل لي نشع محتاجة أعالجه. الحقيقة حلو الكرفان ده، جميل شكله. نايز واحد زيه في مصر. قولي لجوزك بقى خليه يشد حيله، احنا مالنا. هلو نجلاء. هاي فان دام. هو بعينه. از يور نيم جين؟ لا جين دي صاحبتك. دو يو نو ماي نيم؟ انت حد يعرفك يا بنتي؟ نجلاء ذا موست بيوتيفول وومن ان ايجيبت. ارجعي يا بنت ورا ما تقربيش منه، عندنا رقابه الله يحرقك. شو مي سام اوف يور فيديوز اند يو جريت. انه شاف الفروت وفرجاه سم اوف يور فيديوز وكثير حبك. بص البنت بتتأمله ازاي؟ اتنين ليمون هنا يا جدعان. As an actress, as an actress, you would like to do an action movie in Egypt? No. لكن معاك انت اعمل اي حاجه. هو انا هعمل اكشن بجد؟ لا هتعملي قرص. Don't need me. Teach her some action moves. Teach her something, yeah. Okay. Like. يا بنت البنطلون هيتفتق. So they do the run house kick. Right? Okay. It's like one, two, whoop! اديها في وشها فان، خلص الوسط من امثالها! ايه يا جماعه الراجل ده جميل قوي. انبسطت يا بنت؟ ده لسه يا بنت الزغلول الكبير. ونحن صرنا جاهزين. فنروح؟ ده اوكي اسيب حاجتي هنا؟ اسيبي كل حاجه هنا لانك مش هترجعي، هنبعتها لك على المستشفى.